النهارده إن شاء الله هنتكلم بقى في موضوع من الموضوعات المهمة أوي وهو الأنالتو بالمحافظة ذات النخاع. وقبل ما نشوف الأنالتو ذات النخاع خلونا برضه نراجع مع بعض الصورة عن الإمبريولوجي وذات النخاع. الريتنا زي ما قلنا ديفلوبت من الأوبتيك كاب، والأوبتيك كاب زي ما قلنا دي الأوبتيك فيزيكال اللي هي بتطلع أصلا من الداينكيفالون وبتطلع إذا أوبتيك ستوك وأوبتيك فيزيكال وبتروح قلنا للاترال سايد. لما بتروح للاترال سايد بتروح في اتجاه السيرفيس إيكتوديرم. لما بتوصل عند المنطقة بتاعت اللينس بلاكوت بتبتدي اللينس بسيليوم يبقى سكند ويعمل لينس بليت وبعدين لينس بلاكوت وبعدين لينس بلاكوت يعمل لينس فيزيكال وتروح داخلة تو ذا انسايد. ده بيعمل انفاجينيشن في الفيزيكال، وزي ما شفنا ان هو انكمبليت انفاجينيشن زي ما قلنا مش دايرة كاملة، تبقى في حتة مفتوحة اللي هي بتسموها كرويدال فيشر، تمام. وده بيعمل لنا بقى الاوبتيك كاب. الاوبتيك كاب بتتكون من تو لايرز كونتينوس مع بعض زي ما قلنا في المارجن اوف ذا كاب وات ذا فيتال فيشر اللي هي حته الانكمبليت فيوجن اللي احنا قلنا عليها. الانر لاير بتاعتها بتبقى تيك والفورم ذا نيورال بورشن اوف ذا ريتنا اللي هي اما فارز اوبتيكا او فارز ريتيني. فارز اوبتيكا قلنا دي اللي هي الفيوتشر ريتنا اتكلم. فارز اوبتيكا دي اللي هتشتغل ريتنا، لان زي ما قلنا هي في الريتنا فاهم عشان نسميها ريتنا بقى، ما هي في الريتنا، انما ما يمثل الريتنا في تيشوز اخرى ده اللي بنسميه بارز ريتينين. ففي عندنا جزء من الريتنا كمل مع السيلري بودي ده سميناه بارز سيلياريس ريتينين، وجزء مع الريتنا كمل مع الايريس ده سميناه بارز ايريدس ريتينين اللي هو كانت البيجمنتد والنون بيجمنتد لاير بتاع السيلري بودي والبيجمنتد والنون بيجمنتد لاير بتاعه الايريس ومعاها الماسلز اللي احنا شفناها الكونستريكتور والدايركتور والبيج. الاوتر لاير على طول الخط از ثين ويل جيف رايز تو بيجمنت ابيثيليوم اون. اهو زي ما شفنا ادي نيورال تيوب منطقة الداين كيفالون بيطلع اكستنشن كده اللي احنا سميناه الاوبتيك ستوك، والاوبتيك ستوك دي في الاخر بتنتهي بالاوبتيك ايه؟ فيزيكال زي ما احنا شايفين. الاوبتيك فيزيكال دي بتروح ناحيه السيرفس ايكتوديرم ستيميليت الابيثيليا ان انا بيعملها لينس بليت وبعدين اللينس بلاكوت، تمام؟ اهو وده بقى هيستفز الحته دي انها تنزل وتبقى انفاجينيتد في المنظر ده وتعمل لي اللي احنا بنسميه الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك كاب، تمام؟ على فكره عايز اقول لك حاجه، الحته اللي فيها الفيوجن هنا بين التو اوبتيك ستوكس دي هتبقى الفيوتشر ايه؟ كازما. الحته دي هنا هتبقى الفيوتشر كازما. اهو ادي الانفاجينيشن اللي حصل، ده عندنا انر لاير وعندنا اوتر لاير وعندهم في الفراغ ده بيسموه الفنتريكل. ده اي فراغ او تبيش بيسموه الفنتريكل. يبقى دي هنا الداين كيفالون وادي الاوبتيك ستوك وادي الاوبتيك ايه؟ كاب بتاعتها. اهو ادي بقى السيرفس ايكتوديرم سقط اللينس هنا في مكانها. ادي اللينس فيزيكال هي ابتدت تنزل تحت في مكانها وبعدين هيقفل الانتيجم هنا وهيستفز زي ما شفنا انه يعمل بعد كده ايه؟ الكورنيال ابيثيليوم، بعد كده هيعمل لي الكورنيال ابيثيليوم، تمام؟ ادي اللينس فيزيكال هتسقط في مكانها ايه؟ ادي اللينس فيزيكال اهي وادي التو لايرز بقى بتاعت الكاب. لاحظ بقى ان التو لايرز دول مع بعض كونتينيوس مع بعض هنا at the edge of the cup و at the edge of the fetal fissure. اهو هيبقى هنا في الايدج بتاعت ادي الفيتال فيشر اهو، يبقى في الايدج اوف ذا فيتال فيشر كونتينوس مع بعض، وهنا ات ذا ايدج اوف ذا كاب كونتينوس مع بعض، تمام؟ دي معنى الكلمه اللي احنا بنبلش فيها. الاوتر لاير هتدينا الريتنال بيجمنت ابيثيليوم، وبعدين الانر لاير دي هتدينا نيورو سنسوري ريتنال، ويبقى الفراغ ده اللي هو بيسموه الايه؟ الفراغ بتاع الاوبتيك فيزيكال ده اللي بيسموه الفنتريكل هنا بتاع الاوبتيك فيزيكال ده موجود بالشكل اهو. بص الاوتر 1 بتبقى ثين، الانر بارت بتبتدي تبقى ايه؟ ثيكن. واحنا اتفقنا لغايه الاورس الراتا دي هتبقى اسمها بارز اوبتيكا اللي هتدي فيوتشر راتا. بعد الاورس الراتا هيبقى في بارز سيلياريس ريتينين وبارز ايه؟ ايريدس ريتينين، يعني جزء من الريتنا اللي هيروح مع السيلير بودي وجزء من الريتنا اللي هيروح مع الايريس بتاعته. وادي زي ما انت شايف السيرفس ايكوديرم اللي هو لما اللينس هتسقط هنا هيعمل لي الفيوتشر كورنيا، وبعدين ادي الميزنكايم مالي الفراغات دي زي ما انت شفت. طبعا اللي دخل في الكرويدر فيشر ده فاكرين كان اسمه ايه؟ الهايلويد ايه؟ الهايلويد ارتري اللي كان داخل يدي اللينس ويدي البرايمري جيت بتاع اهو. ادي الهايلويد ارتري اهو وادي اللينس. حتى بقى لاحظ لو رجعنا اللينس مع بعض مين بقى اللي ابتدى يتحرك انتيريور اللي كده؟ اهو البوستيريور ابسيديم عشان يعمل لي البرايمري لينس ايه؟ فايبرز اللي احنا خدناها في الامبريولوجي بتاعت اللينس بقى. وابتدى الفراغ الكافيتي بتاعت اللينس فيزيكال يتقفل زي ما انت شايف كده، وهتبتدي دي تبدي منطقه الايه؟ النيوكليس في اللينس بتاعتك. اهو ادي الحدوته اهي. ادي الاوبتيك كاب خدت بالك وشايف الانفاجينيشن مش كومبليت مش دايره كامله عشان تسمح هنا بوجود الفيتال فيشر. احنا قلنا الفيتال فيشر ده بيدخل الهايرويد ارتري وبيدخل شويه ميزنكايم وميزوديرم جوه،
وبعدين بيدينا الفيوتشر ايه ستوك او الواي اللي هيمشي فيه الفايبر بتاعت الريتنا عشان تروح ناحيه الايه الكلازما بتاعتنا، يعني هيدينا الاوبتيك نيرف فايبر اللي هتمشي فيه في السكه بتاعت الاوبتيك ستوك دي. اهو ادي تو لاير ودي بيرتريك الان بتوين، لغايه هنا زي ما شفنا اورا سيراتا هتبقى دي البارس اوبتيكا، انما هنا بارس ريتيني سيلري بودي ومنطقه الريتيني. هنا لاحظ بقى في السيلري بودي ادى نون بيجمنتد ونون بيجمنتد لاير، وبعدين هنا بيجمنتد ونون بيجمنتد لاير، وادى الماسلز بتاعتنا كمان للسيكتر والدايريتور بيجلي ماسلز في السيلري في الايرس. شوف الاندرولوجي دلوقتي اعتقد انك تبقى فاهم دي ابتديت تفهم القصه دي. ادي اهو بص ادي فيوتشر كورنيا، ادي فيوتشر اكيو تشامبر، ادي فيوتشر ايريس، ادي الايدج بتاعت الكاب اهي. بص هنا الكونتينيويشن عند الايدج اوف ذا كاب اللي هي هتبقى عند الحته بتاعت الايه الايدج بتاعت الكاب بتاعنا اللي هتدي بقى فيوتشر ايريس، وادتنا كمان ايه فيوتشر سيلير. بص هنا شوف الريتنا هنا ثيكند قوي، وبعدين هنا رفيعه شويه لان دي هتكمل مع السيلير بودي. هنا اهي الورث الريتنا تنتهي، ويبقى هذا البوتنشال سبيس موجود. اللي اتحبس جوه ده كان زي ما قلنا ده كان البرايمري ايه برايمري فيتشرز. وبعدين بص اللينس فيزيكال هنا كانت اتقفلت البوسيلو الابسيليوم، ضغط لقدام اهو قفل لنا الكافيتي بتاعت الايه اللينس فيزيكال بتاعتنا. وبعدين بص اللينس اهي ابتدت عامله زي فولد من السيرفس ايكوديرم، ونازل معاها ميزوديرم وهتقفل بعد شويه، دي هتبقى مقفوله تمام. طيب تعالى نشوف بقى بيقول لك ايه السيرفس بتاعت الانر وول بتاعت الاوبتيك كاب ديفايد تو فورم مالتي لاير سنسوري نيورال ريتنا. مالتي لاير سنسوري نيورال ريتنا الاوتر وول اوف ذا كاب فورم ذا بيجمنت لاير اوف ذا ريتنا. البيجمنت لاير بتاعت الريتنا اهي، شوف بقى احنا دخلنا جوه قوي اهو، ادي البيجمنت اللي فيه لاير اوف ذا ريتنا، ادي الميزنكايم هنا هيدي فيوتشر كورويد، وادي فيوتشر سبيره خدت بالك، ادي اللي بيسموه الاوبتيك فينتريكل. سمعت بقى كده الاوبتيك فينتريكل دي اللي هو الكافيتي ده. على فكره ده البوتنشال سبيس اللي بيفضل موجود في الريتنا طول العمر بعد كده، وده اللي مثلا زي مثلا حاله مالجنت هايبر تنشن لما تبتدي الريتنا تعبي فلوس ويحصل اديما جامده في الريتنا، يقوم يحصل لك ايه اكسودد ريتنا ديتاشمنت، والريتنا تعبي وتبقى بالونه الفلوس هتعبي في الفراغ ده تمام. حاجه ثانيه اقول لك عليها، في حالات البابليديما لما بيحصل اديما في الاوبتيك نيرف هنا تمام، ليه بيحصل اللارج بلانس؟ لان الاديما فلوز اللي موجوده في الاوبتيك نيرف هيد بتسرح بتروح ناحيه الريتنا، تروح داخله في الريتنا، تروح عامله ايه مجمعه في السبيس ده حوالين الاوبتيك ديسك، تقوم تعمل ايه بيري بابيلاري اكسودس اوف ريتنال ديتاتشمنت، هو ده اللي يعمل لك اللارج بلايند سبوت. هو ده يبقى تملي البوتنشال سبيس ده افضل من الكافي ماي. وبعدين هو ده بتاع الانفصال الشمسي، يعني لما بيحصل ريتنال ديتاتشمنت البيجمنت اكسيليم بيبقى لازق مع الكورويد، انما اللي بينفصل لجوه هم التسعه نيورو ريتنا نتيجه وجود هذا البوتنشال سبيس الدائم اللي موجود عندنا في استمرار اللي هو الاوبتيك فينتري. بعد كده بقى بص لقينا بلاير اهي هتبتدي تبقى ديفرنشيتد الى ريسبتور وتو نيورونز، احنا فاكرين الريتنا ريسبتور واثنين نيورونز، الريسبتور اللي هي الرودز والكونز، وبعدين الفيرست اوردر نيورون اللي هي الباي بولر سيل، سكند اوردر نيورون اللي هي الجانجليون سيل. الثيرد اوردر نيورون ده بيجي من بعيد، ده بيجي بعيد خالص اللي هو في اللاترال جينيكال بودي عشان يدينا موضوع الاوبتيك ايه؟ الاوبتيك راديوشن، بيدينا الاوبتيك راديوشن اتفقنا؟ اهو بص ادي اللينز فيزيكال اهي، ما بقتش فيزيكال بقى لان اتملت ايه بقى برايمري لينس فايبرز اهي اللي هي كانت بوستيريور اكسيديان، بص مايجريتنج لقدام اهو زي ما انت شايف عشان يعمل لنا ايه بقى؟ يعمل لنا البرايمري لينس فايبرز ويعمل لنا الامبريونيك ايه؟ ادي بص بقى البيجمنت اكسيديان والنون بيجمنت ديت بيبقوا فيوز ات ذا ايدج اوف ذا كاب. خلاص دلوقتي بقينا لما نقرا الكلام ده نبقى فاهمين اهو. بص النيورو ريتنا هنا او النيورو اكسيديرم ده مع شويه ميزنكايم هيدونا السيجري بودي تمام، في الحته دي هيبقى السيلري بودي بعد كده الايرس. وبعدين بص ادي السيرفس ايكوزر مع شويه ميزنكايم من هنا ادونا فيوتشر ايه؟ فيوتشر كورنيا بالشكل ده تمام؟ يبقى ادي الترتيبه بتاعتنا اهي ماشيه كده في الريتنا بتاعتنا اهي. بص بقى عايز اوريك هنا حاجه لطيفه قوي، ادي الفيوتشر كورنيا تمام؟ والحته دي بص كانت مقفوله وهتقفل بالبيرا ممبرين، هيبقى في هنا بيرا ممبرين موجود في الانتاج، وادي لينز فيزيكال اهي اتقفلت وبقت كلها مليانه سيلز زي ما انت شايف. ادي بقى التو ليدز زي ما انت شايف مقفولين مع بعض، عشان كده انا قلت لك ان في حالات اللي شفناها في اول حصه مع بعض اسمها الكريبتو سالموس، البلبيبر فيشر ما اتفتحش، كريبتوس قلنا يعني مستخبي، سالموس الاي الاي مستخبيه اللي هي الجلد نازل من فوق لتحت حته واحده، ليه الحته دي ما فتحتش اهو. بص بقى هنا ادي سيرفس اكسوديرم اهو على سطح الكورنيا، وادي سيرفس اكسوديرم تاني على سطح الليد من بره موجود عندنا بره، طبعا دي هتبقى فيوتشر كونجكتايفل موجوده في الحته دي تمام.
طيب النيورال ريتنا بقى زي ما قلنا هتكون لي 3 نيورون تشين، الرودز والكونز، بس دي ريسبتورز، دي مش نيرف، الرودز والكونز دي ريسبتورز. وبعدين الباي بولر سيل ده الفيرست اوردر نيورون عندنا، الجانجليون سيل ده السكند اوردر نيورون. جروث اوف ذا اكشنز اوف ذا جانجليون سيل انتو ذا اوبتيك ستوك ده اللي هيدينا فيوتشر اوبتيك ايه؟ فيوتشر اوبتيك نيرف. تمام؟ ده كان فكره عن الامبريولوجي، ازاي الريتنا بتاعتنا بتتكون او طالعه منين بالظبط. وكده يبقى احنا عندنا فكره واضحه ان احنا طالعين تماما من النيورو ريتنا زي ما اتفقنا.